حمص الريف الشمالي، جبهة الريف الشمالي، حمص قرية دار الكبيرة، حي الغاصبية. أبطال الجيش الحر يقومون بالطبخ لتأمين الغذاء لهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ شو عم تسوي لنا؟ والله عم نقلي بطاطا. أيوة. وفلافل. مأمن الغذاء إن شاء الله؟ والله صارنا حوالي 20-25 نهار عايشين على الزيتون وعلى البقدونس وعلى الحواضر وعلى النواشي. والله يفرجها. يلا بينا. الله لا إله إلا الله.